في زميل بيسأل حضرتك عن أبرز مدار في الحوار بين لجنة التخطيط للكرة والسيد ريني فايلر في الاجتماع اللي جرى قبل هذا المؤتمر الصحفي. هو طبعا ما فيش شك انه يعني في كثير من الحاجات اللي هو جاوب عليها كانت برضو مسار أسئلة وإحنا قاعدين. طبعا إحنا عارفين إمكانياته والأسس اللي اخترناها على أساسها، لكن كان مهم جدا إن هو يعرف تاريخ النادي الأهلي. هو عارفه، لكن إحنا حبينا نأكد على هذه المعلومة عشان يعرف حجم التحديات اللي هتقابله، لأنه هو بيدرب أكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي يمكن في العالم حصولا على بطولات حسب الإحصائيات الأخيرة. فعلى قد هذا العمل العظيم بالنسبة للنادي الأهلي والتاريخ الكبير دوت، على قد التحديات اللي هتقابله، ولازم يبقى عارف بالظبط إن هو يعني هيبقى محط أنظار جماهير نادي الأهلي غفيرة في كل مكان، وحتى الجماهير الغير أهلوية أيضا، على أساس إن هم عايزين يعرفوا يعني الراجل دوت إمكانياته إزاي. إحنا كان عندنا قناعة في اختياره، وزي ما قلت لحضراتكم، لأن إحنا عملنا اختيار غير تقليدي بالمرة، وعندنا ثقة كبيرة جدا في إمكانياته. لكن أيضا في كرة القدم لابد إن إحنا نعرف إن هناك جانب من المخاطرة في كل اختيار في أي حد في العالم، لأنه في جوانب كثيرة جدا قد لا تعرفها، إنما إحنا حاولنا نستفسر على جوانب أخرى خاصة بتعامله مع اللاعبين، بمعايشته للاعبين، بأدائه في الملعب ووجوده باستمرار في الملعب، ودي حاجات برضو يمكن كانت غايبة عن ناس كثيرين جدا. ومن خلال هذا الأمر يعني وجدنا توافق كبير جدا في الأفكار اللي إحنا يعني اخترناه على أساسها، وفي استعداداته هو أيضا لقبول هذه التحديات. وكان الجلسة جلسة يعني صحيح جلسة ممتعة واستقبال جيد وكل حاجة، لكن ما فيش شك إن هو كان هناك تحديات متقابلة بيننا وبينه، علشان لازم يعرف إن هذه التحديات اللي هتقابله في عمله هنا وفي كرة القدم. المدرب أي مدرب في العالم هو عارف إن هناك ضغوط وتحديات، وهو عارف دي كويس قوي، وهو يعني مستعد لها تماما، لأنه أي واحد فينا وإحنا كلنا حتى في شغلنا بتلاقي تحديات دايما في نجاحك، في الجهات المنافسة لك إزاي بتقابلها برضو، لأن دي برضو تحديات أخرى، سواء من خلال التبادلات في الكتابات والكلام دوت، برضو لازم يبقى هو عند ملم بكل ما يدور في هذا المحيط الرياضي. لكن هو الحقيقة يعني وجدنا منه مثابرة كبيرة جدا، واستعداد للصبر على هذه التحديات والأداء اليومي المستميت في سبيل تطوير فريق النادي الأهلي اللي يستحق هذا الأمر. وإحنا بندعو له وبنتبناه له التوفيق، وبنأزره وبنسنده في كل الأوقات. عشان كده أنا وجهت كلمة لجماهير النادي الأهلي إنها تساند وتؤازر هذا الجهاز وتؤازر هذا المدرب وتؤازر إدارة النادي اللي هي برضو بتعمل لصالح النادي. وبرضو بكرر تاني، خلينا متحضرين جدا. أنا بكلم من هو موافق أو من هو عنده اعتراض، لكن وانس حصل الاختيار كلنا بنمشي ورا الاختيار. الاختيار الديمقراطي مجلس الإدارة اختير، خلاص كلنا وراه. ممكن يكون لواحد رأي مخالف، لكن خلاص ده اختير هذا، يبقى أنا واقف النادي، ودي تقاليد النادي الأهلي. اختير الجهاز الفني مهما كان، هناك كل واحد له رأي وكل واحد له هذا، لكن خلاص طالما تم هذا الاختيار فكل المنظومة كلها بتاعت النادي الأهلي مؤازرة ومساندة، مساندة كاملة للجهاز الفني ولإدارة النادي في هذا الأمر. ودي اللحمة اللي موجودة لدى النادي الأهلي والمنظومة اللي موجودة على طول السنين اللي فاتت. مش كل الناس موافقة، في ناس مش موافقة على أمور معينة، لكن طالما تم الأمر وتم الاختيار فالكل مساند بإذن الله تعالى.